بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، الميت هل يصله ثواب قراءة القرآن والأعمال الصالحة وأعمال البر والصدقة والدعاء؟ الحقيقة هذا السؤال تكرر كثيرا من قبل بعض الأحبة القراء الذين توفي لهم إنسان قريب مثل أب أو أم أو أخ أو ابن إلى آخره. أحبتي في الله، إن الله لا يضيع مثقال ذرة. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الإنسان الذي يدعو لك، لماذا يدعو لك أنت بالذات؟ إذا لابد أنك بذرت بذرة طيبة وأحسنت لهذا الطفل في تربيته، في إنشائه، حتى أصبح شابا أو أصبحت امرأة مؤمنة تقية تبر والديها. فعندما يموت الأب أو الأم أيها الأحبة، يجدون ما زرعوه في الدنيا. بقدر صبرك وإحسانك وعطفك على أولادك، تجد ثواب هذا الأمر بعد الموت. وبالتالي أنا يمكن أن أقول أيها الأحبة بكل ثقة، أن أي عمل من أعمال البر وأعمال الخير لابد أن يصل ثوابه إلى صاحبه أو إلى من تدعو له. مثال على ذلك: رجل توفيت أمه، هذه الأم حملته 9 أشهر وتعبت به، وخلال تربيتها لهذا الولد زرعت فيه البذرة الصالحة، زرعت فيه الإيمان. طبعا نحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطرة. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يبقى على الفطرة. الفطرة هي الإسلام أيها الأحبة. فهذه الأم هادته للإيمان، لأنها لو كانت أم يهودية ربما تهديه لليهودية تهوده، أو أم نصرانية تنصره، أو أم ملحدة تجعله ملحدا. إذن أي عمل يقوم به هذا الابن على نية أن يصل لهذه الأم سوف يصل بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنك لست أكرم من الله. يعني أنت يا من تدعو لأمك أو أبيك، لست أكرم من الله عز وجل، ولست أرحم بهذا الميت من الله عز وجل. والله أيها الأحبة، إن الله رحيم بعباده بشكل لا يصدق. يعني لو اجتمعت رحمة الكون كله بمخلوق ما، لا تساوي ذرة من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا المخلوق، لأنه هو الذي خلقه. لا تظنوا أن الله يعذب ملحدا أو كافرا أو منافقا هكذا عبثا. يسخر له كل وسائل الهداية ولكنه يرفض، يسخر له كل وسائل الطريق المستقيم، الهداية إلى الطريق المستقيم، يرفض ويتبع الشهوات ويستكبر، يستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة، لنفرض أن إنسان لديه أب لم يكن يصلي، لم يكن يصوم، كان جاهلا، ولكن يكفي أنه يعني كان سببا في وجود هذا الشاب التقي، يعني شاب تقي، ولكن أباه مات ولا يصلي. الأب هو سبب وجودك، وبالتالي أي عمل تعمله على نية أن يصل لهذا الأب سيصل بإذن الله تبارك وتعالى. نحن طبعا لا نستطيع أن ندخل فلان الجنة أو ندخل فلان النار، يعني لا أحد يعلم مصير أحد. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. إذن كل عمل فيه بر لابد أن يصل
لصاحبه إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن لا نعلم، ربما لديه أعمال صالحة كثيرة جدا لا نعلمها. كلكم تعلمون ذلك الرجل الذي لم يعمل في حياته حسنة قط، ماذا تظنون بمصيره؟ إلى أين مصير هذا الرجل؟ لم يعمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، لم يعمل في حياته حسنة قط، ولكنه كان يداين الناس، فإذا أرسل غلامه يقول له: إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. هذا العمل بسببه دخل الجنة، فلما مات تجاوز الله عنه كل معاصيه وأعماله السيئة، تجاوزها الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي في الله، لا تحكم على إنسان بظاهر عمله، احكم على نوع العمل. قل هذا العمل يؤدي لجهنم، لا تحكم على الشخص حتى لو كان ملحدا. أنت لا تدري كيف يموت هذا الملحد، قد يهديه الله بطريقة عجيبة أنت تجهلها. هذا الإنسان العاصي الذي تظنه ضالا وعاصيا ويتبع شهواته، ربما في نهاية حياته تاب الله عليه بطريقة ما، ربما كان لديه عمل صالح يغطي كل هذه الأعمال السيئة ويتفوق عليها، لا تدري. لذلك نحن لا نحكم على فلان مات ولا يصلي نقول هذا إلى جهنم وبئس المصير، لا، ورحمتي وسعت كل شيء. أنت لا تعلم كيف مات أصلا، ما هي آخر كلمة نطقها قبل أن يموت، أنت لم تكن معه. هذه أمور غيبية أيها الأحبة، لا يجوز، يعني نحن لا نقر إلا بما أقره الله في القرآن. يعني أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، انتهى الأمر. فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الصابرون في الجنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذن أيها الأحبة، لا نحكم على شخص، يعني هناك بعض الفتاوى للأسف، إنسان لا يصلي مثلا أو لا يصوم أو لا يزكي أو كذا أو كذا، هذا إلى النار وبئس المصير ولا يجوز الدعاء له ولا يجوز. هذا الكلام أيها الأحبة، أنتم لستم أرحم من الله عز وجل القائل: ورحمتي وسعت كل شيء. لدينا كثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد تماما أن النبي عليه الصلاة والسلام ببركة عمل واحد بسيط نظنه بسيطا أدخل صاحبه الجنة، مثل تلك العاهرة التي سقت كلبا فأدخلها الله الجنة، وقصص كثيرة طبعا. ورحمتي وسعت كل شيء. لذلك أنا أشجع على الدعاء للميت أولا، الاستغفار له، وأكثر ما ينتفع به الميت قراءة القرآن وأعمال البر. أعمال البر، الصدقة، تصدق على نية أن يصل ثواب هذه الصدقة لأبيك أو لأمك أو لابنك أو لجدك أو لقريبك، أخ أو أخت أو إلى آخره. كل هذا أيها الأحبة ينبغي أن تتصدق وأنت واثق أن الله سيتقبل، وأن الله ببركة هذه الصدقة تقول: إن شاء الله إن شاء الله سيغفر الله لهذا الإنسان. إذن أيها الأحبة، خلاصة هذه الحلقة، نقول لكل الأحبة الذين فقدوا إنسان عزيز على قلبهم، نقول لهم: أكثروا من الدعاء، من أعمال البر، من الصدقات، بالذات الصدقات، لأن الميت أيها الأحبة، وسأختم بهذه الآية لكي لا أطيل عليكم، أول ما يطلبه أن يرجع إلى الدنيا ليصدق. يقول تبارك وتعالى: وأنفقوا من قبل أن يأتي أحدكم الموت. إذن من قبل هنا يتحدث عن لحظة الموت، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. ماذا ستفعل؟ يعني ولو دقيقة فقط، ماذا ستفعل؟ فأصدق وأكون من الصالحين. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب
فأصدق وأكن من الصالحين. يطلب أن يعود إلى الدنيا ليتصدق أولا ثم ليعمل الصالح. لما يجد من أثر للصدقة، لما يجد من ثواب عظيم للصدقة. فإذا هو لم يتصدق ولم، سبحان الله، يعني هناك أناس يعني لديهم بخل، لديهم يجمعون الأموال، وما أكثرهم للأسف يجمعون الأموال ثم يموت ويترك كل شيء. فنصيحتي للأولاد أن يأخذوا شيئا من هذا المال يتصدقوا به على نية أن يصل ثواب هذه الصدقة إلى آبائهم أو أبنائهم أو أقربائهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا ويكرمنا يوم الموت ويكرمنا يوم لقائه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.